اخويا مزيان الحمد لله، راهم دايرين التباعد لداخل ولي بارير دايرين لداخل، وكاين التباعد في الاقسام على ما قالوا الدراري حتى انا يلا دخلت تقيد كيديروا التعقيم وقياس الحراره وكل شيء مزيان. دخلت شت تقيد مهم، احنا ما شفناش الاقسام كي دايري حيت مازال ما دخلت، وين الدراري قال لك يعني الاجواء مزيانه. اخويا كاين واحد التخوف حيت ما تعرفش شنو كاين، ما تعرفش القسم شحال يكون فيه. صراحه كانت الاجواء كلها زوينه يعني مزيانه، كان التعقيم يعني كانت الرعايه من جميع النواحي، يعني كانت الظروف جيده حتى بالنسبه للناس اللي غادي اللي اختاروا انهم يديروا الحضور، يعني الظروف مزيانه، غير الواحد خصو يدير الوقايه ديالو لراسو، يعني ما يتكلش على واحد اخر، يعني تجيب الكمامه ديالك تجيب التعقيم ديالك وما تخاف من حتى شي حاجه. احسن شيء في ما بين الاحوال كاملين كنفضلوا اننا نقراو الحضور، حيت الا جينا الصراحه ما استفدنا حتى شي حاجه من عن بعد. اللهم الواحد يكون حضوري كتشوف الاساتذه ديالك تفهمي شي حاجه، اما فاتت 3 شهور بالنسبه اللي داز كنا عن بعد ما استفدنا حتى شي حاجه، يكذب عليك زعما اللي يقول لك انه استفد. يعني من الاحسن مزيان ان اللي داروا لنا هذا الاختيار هذا، يعني الحضور مزيان، شويه ديال التخوف ولكن ما عندنا ما نديروا، الظروف حكمات علينا هكا، يعني ما عندنا ما نديروا. ما كاينش زعما التقياد كما ديما، ماشي زعما كاع بحال داك لي زاني اللي دازوا. الواحد يعني ضروري يدير الوقايه ديالو، ما يسلمش، يدير التباعد الجسدي ايتترا، لكن يعني حنا اللي خايفين منه عاوتاني، يعني الواحد يعطي الفلوس وداك الشيء ويتقيد يخلص لاسيغونس وفي التالي يقولوا له عن بعد، وديجا يعني بنادم حاط داك الاستماره زعما ديال الحضور وفي التالي يقولوا له عن بعد، حنا هادشي اللي خايفين منه. الحصه ديال اليوم سي بون، زعما قيدنا كسمياتنا، قيدنا لانيميرو ديالنا، قيدنا الجيميل ديالنا، زعما اوكاو الا ما كانش حضوري ولا الا كانوا غيديروا لي جروب في الواتساب وصافي. هادشي اللي كاين كان غير لا كونيسونس بين لي زيلاف و لي بروفيسور. ضروري التعقيم في الاول، خصك ضروري التعقيم، التباعد الجسدي، زعما ضروري داك الوقايه، زعما ضروري خص الواحد ياخذ بها. والشعور ديالنا ماشي بحال كل سنه، يعني الانسان راه خايف على وليداتو، راه هاد المجي هادي جينا بصراحه وراه الانسان خايف على وليداتو، وهادي يعني الجو مبدل بزاف، ماشي بحال كل سنه وماشي بحال، واخا كيمشيو وليداتكم كتخافيش عليهم، واخا كتهادى بوحدهم، واخا دابا ستر الله وصافي. حنا جايين بالتعقيم ديالنا ومسائل ديالنا، والله تهزي التعقيم ديالك مسائلك، يعني ستر الله وصافي. بالنسبه ليا حضوري لحقاش عن بعد راه ما كاين حتى شي حاجه، التلميذ راه في المدرسه وفي الدار وما كتكافيش معاه، والله عن بعد يعني راه ما كاين والو، يعني انا بالنسبه ليا كنفضل حضوري وستر الله. واخا هذا الشيء هذا اللي كنشوفوا راه بالنسبه لي كنسمعوا وكنشوفوا هذا الشيء، يعني ستر الله هذا هو اللي كاين، ستر الله وصافي. الانسان يجي يدير المسائل ديالو اللي فيها الخير، يجعل سيدي ربي يهز علينا هذا الوباء وترجع الدنيا كما كانت. شعور مختلف، يعني ضروري خصك تاخذ الحيضه والحذر، يعني ماشي بحال نفس لي زاني اللي دازوا، التباعد الاجتماعي وداك الشيء، وخصك الحذر وصافي. عن قرب حسن حكباك، ماشي بحال لا كان سانكيام ولا شي حاجه ما تابعكش فيها الامتحان، ماشي بحال باك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.